السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله إننا وصلنا بخير، لكن ما شفناه في الجزيرة حاجة لا تتوصف نهائيا. من يوم الجمعة قبل 3 أسابيع الرعب بدأ في قلوبنا يظهر، يعني ما كنا ناويين نطلع نهائيا، لكن ما تعرضنا له ليل ونهار. من ظهر الجمعة جونا ناس، وحتى الأطفال الصغار، ولدي ده في سنة ثانية ثانوي، بيقولوا هو مخابرات جيش، وأبو فكوه إلا لما بعد تعب. بسلم على أهالي برا السودان، أمي وأخواني، وبقول لهم ربنا يجمعنا إن شاء الله، وبنشكر كل اللي وقفوا معانا هنا وساندونا إنه أهلنا يشوفونا. إن شاء الله ربنا يجمعنا. شكرا لكم كثير.